نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة جلسة عصف ذهني لمدراء الإدارات والمسؤولين بجميع أفرعها حول التميز في إدارة الباحثين عن عمل، وذلك في مقر نادي الغولف والرماية بالشارقة، بحضور سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية. وعقدت هذه الجلسة التي نظمها مكتب التخطيط الاستراتيجي بالدائرة بهدف استمطار الأفكار الإبداعية لتطوير الخدمات والإجراءات الخاصة بالباحثين عن عمل واستثمار فترات ما قبل التعيين الخاصة بهم. وعقد العصف الذهني على هيئة مجموعات تناقش التحديات لتطوير آلية وإدارة الباحثين عن عمل، وتفرعت التحديات إلى 6 محاور ليتم مناقشتها واستنباط الحلول. هذا وخرج المشاركون في جلسة العصف الذهني بعدد من الأفكار المبتكرة والحلول العملية على أن يتم مناقشتها ودراستها لمرحلة التطبيق. هذا العصف إن شاء الله بيطلع بتوصيات مناسبة لتطوير الخدمات المقدمة للباحث عن عمل، بحيث أن إن شاء الله يكون راضي عن الخدمات والتسهيلات التي تتقدم للحصول على الخدمات، التدريب والتأهيل وتنظيم المقابلات إن شاء الله في المستقبل القريب إن شاء الله. طبعا المحاور الأساسية متمركزة على الباحث عن عمل، كيف ممكن أنت تتواصل معه وتقدم له خدمة في التأهيل وتوفير الخدمات المناسبة في التواصل معه والتنظيم المقابلات بشكل سلس ومناسب، بحيث أنه يكون يعني لنا الفرصة المثلى في الحصول على الوظيفة. جلسة العصف الذهني تركز على الكور بيزنس لإدارة الموارد البشرية بحكومة الشارقة، القضايا المتعلقة بالتدريب والتأهيل والبرامج التعليمية وخطط التوظيف، إلى جانب مواضيع الجودة والكفاءة في جميع هذه الأعمال، إلى جانب الأمور التشريعية والتنظيمية بما يرتقي بعمل الدائرة.